حلبة رقص، كرة ديسكو ومئات الأشياء البراقة. بعد تجهيزهم بسماعات يكتشف زوار متحف الموسيقى الشعبي لمولوسو أو يعيد اكتشاف عالم الديسكو الفرنسي. فضاء متعدد الألوان وممتع في قلب هذا المكان المميز الذي افتتح في العام 2013. الديسكو شيء بسيط، وهو في الفترة المعاصرة المثال الأفضل لمن نعنيه بالموسيقى الشعبية، أي الموسيقى الفرحة والراقصة التي ترتبط بعمق بالحفل، لدرجة أن الديسكو خلق مكانا له للرقص، إنه الديسكوتيك. فور اجتياز قاعة المعرض المؤقت تبدأ رحلة عبر الزمن، الواحدة تلو الأخرى تروي كل غرفة صفحة من التاريخ الموسيقي، الإيقاعات التي رقصت فرنسا عليها، الضجة، حفلات الرقص على آلة الأكورديون، الروك أو الراب. في المجموع حوالي 4 ساعات من الموسيقى للاستماع ترضي أذواق كل الأجيال. الناس من عمري تعود بهم إلى أيام شبابنا. ما نوع الذكريات التي أيقظتها عندك؟ أول الحفلات الراقصة عندما كنا ندخل حلبة الرقص تحت أعين أمهاتنا أو أشقائنا الكبار. خصوصا مع هذا يمكنك الاستماع إلى أي موسيقى منذ البداية، جميع أنماط الموسيقى، الروك، الموسيقى العسكرية أو موسيقى الهاربسكورد القديمة وغيرها، إنه لشيء رائع وجد تعليمي. المتحف يعرض ما يقارب 3500 آلة موسيقية، كما أنه جهز قاعة تجريبية لفرقة البونك من الثمانينيات بكل تفاصيلها، وهو يتوقع زيادة مجموعاته في السنوات المقبلة.